في حاجة أقولها لك، أنا لسه كنت مع الفنان أحمد صيام في أحد التكريمات وكنا بنكرمه كمدرسة يعني، فأنا بقول له إحنا مش بنكرم أي حد، في فنانين عملوا بصمة ولو حتى لو أنت قعدتي أو اعتزلتي، بس لا في بصمة وفي عملتي حاجات كلنا فاكرين حاجات محترمة على فكرة. اللهم لك ودي الحاجة اللي دايماً بتبقى دار الخير اللي أنت تبقي عاملاه، إنك عملتي مسلسلات محترمة وحاجات محترمة لا فاكرينها طبعاً. الله يعزك يا رب دكتور نفرتيتي، ربنا يخليك. طيب خلينا بقى في حاجة الولاد بيعملوها، مامي انا صايم، واخد حاجه ويشرب او ياكل، دي بتبقى نتيجه ايه بقى؟ يعني نتيجه الخوف. الخوف احنا ما نقول هو ما نخوفهمش بقى من ربنا. بس في نقطه، هل الولاد دول برضو عايزه اسالك، هم ورد فعل الام بقى تتصرف ازاي؟ هو خلاص ليهم صيام يعني، هم كبروا وزي ما ربنا قال يصوموا في السن الفلاني تمام، يبقى ليهم معامله، او لو هم صغيرين وانت مسموهم بالعافيه هنعمل نفسنا ما نخش واخدين بالنا. نعمل نفسنا يعني ده يعني مش سن الصيام. لو في ولاد صغيرين، في انا عندي ناس برضو بيصوموا البنت في اولى ابتدائي وثانيه، وده غلط لان ربنا لو حابب او عارف ان صحتهم تتحمل الصيام كان قال لهم صوموا. يعني احنا بن 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 يعني حضرتك بترجحي ان طبعا الصيام من سن كام؟ السن اللي تربويا بقى. لا هو لا ما اقدرش تربويا، دي ده دينيا من البنت لما يعني الحاجه اللي الدين قالها، مش بحب اتطرق في يعني الشؤون الدين. ربنا قال نصوم من امتى؟ هنسمع الكلام. ربنا قال نصوم من سن كذا، او نصوم من سن ونصلي من سن. انما انت بقى بتبقي عايزه تعلمي الولد او قاعده. لا 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 معلش، احنا برضه مجتمعنا في حته كده سنه تفاصيل كده مش ظريفه، او تبقي قاعده في مكان ما مع اصحابك وفعيلتك. لا ده انا ابني صايم من اولى ابتدائي، فرحانه حضرتك قوي. انك ده مش انجاز، لان الطفل لما ما بيفطرش، اسالي بقى الاطباء يقولوا لك ده مش دوري. الطفل لما ما بيفطرش الصبح، ودي حاجه معروفه، بيحصل له مش عارف ايه في دماغه، ايه في مخه، في ايه في جسمه. لذلك ربنا ما قالش صيم الولاد في السن ده. انت بالحقيقه بنفتي علشان نقول للناس كلها، الاهالينا تبقي شاطره، مامتك تقول لك برافو عليك، لا دي بنت اختك الولد صايم من اولى ابتدائي، ده ابنك بيتدلع، دي بنتك مش عارف، ده انت مدلعه، لا صايم، ايه المشكله؟ ما هي قاعده في البيت، هي بتخرج ويدوك المبررات انك هل ربنا قال كده؟ جن لا طبعا، انت تتعاملي بقى بدماغك ولا سبيل ربك بالحكمه والمعرفه. سلامه اطفال دي، انت صايمين وباباهم ساعات برضو الاباء المتشددين يقول لك لا يصوم، ما هو قاعد في ده نايم للظهر، ساعات يقول لك صحي عشان يحس بالصيام. ايه ده؟ احنا بن 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 بنصعب الموضوع عليهم وبنجربهم في طاعه الله طبعا. فالولد بقى السن ده لو عمل كده اعملي نفسك مش ان هو هيموت من غير من العطش. انت يا كبيره مش بتتحملي. ايوه ماشي، بس انا ازاي انا لو مصدقيه ابني؟ ما انا لو هنا بقى كسل بقى، ما احنا لو قلنا بقى ان احنا اذا كنت انت هتستخدى في اي مكان تروحي في عندك حلين. انا بفضل الحل ان احنا نعمل نفسنا مش واخدين بالنا عشان ياخد البطوله اللي يروح يقول لي تيتا انا صمت. طب ما هي دكتور مش عامل مع حضرتك نقطه نظام هنا، انا لما ابني ابقى انا عارفه انه مش صايم، او انا شفته، او حتى هو عارف من جلسته كذاب. ثواني، انت اللي الاول ابتديتي بالغلط انك يبقى صايم في السن ده، انت كده عملتي حاجه غلط، حد حاسبك عليها؟ لا مش كده؟ لان انت حرة نفسك تعملي في ولادك اللي انت عايزاه. بالظبط، دول ولادي اعمل فيهم اللي انا عايزاه. كاني انا عارفه مصلحتهم يعني. لا ما هو برضه انت لا سالتي شيخ ولا سالتي حد، ما تصرفش من دماغك حضرتك. فالولد دلوقتي عندك حلين، والحلين في التربيه في يعني في السلوكيات ما فيهاش اي مشكله. بس في انا افضل حل انت على حسب ابنك بقى وطريقه تربيتك معاه. هل ابنك ده لو قعدتي قلت له ليه يا حبيبي بتاكل؟ من ورايا لو جعان، هل هتقولي له لو جعان كل او مش هتصوم تاني؟ هل هتعملي كده؟ يبقى وجهيه. لو مش هتعملي كده عشان اهلك وعشان جوزك متشدد وعشان ولا لازم يصوم ومش هتقدري تقولي له افطر، يبقى هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا، لانك لازم تحلي المشكله. لو انت هتحليها تاني، بس انا ما برجحش دكتور، طبعا احترامي لراي حضرتك العلمي والتربوي، لكن انا ما برجحش ان انا لو شفت ابني بيعمل بيفطر او قلت لك مش عارفه انت ممكن لا انت ممكن تبقي مش مع الحل ده. ما انا عشان كده بقول لك القصه دي هتبقى امتى؟ لو طفل مش مصرح له الصيام، مش مرخص لسه، يبقى اعمل يا اما هتقولي له هتواجهيه برضه، دي حاجه جميله. بس هل لو واجهتيه وقلتي له انت ازاي بتاكل؟ ليه يا حبيبي بتطبطبي عليه كده وانت بتعنفيه بشويش؟ طب خلاص ما دام مش قادر تصوم ما تصومش، هتقدري تعملي كده يبقى واجهيه.
مش هقول له يا خبر اسود ده ايه انت بتشرب وبتاكل انت عارفه الحاجه دي بتعمل ايه حرام انت انت عارفه الحاجه وفينا احنا كبار على فكره جربي كده لا انت عارفه الحاجه دي بتعمل ايه اول واحده دوري تيجي كذب عليك ازاي كذبه كبيره لان انت خضتي انما ليه يا حبيبتي لو انت مش قادر تصوم خلاص ما تصومش انا بسالك سؤال هل هتقدري تعملي كده يبقى اعملي واجهيه هل مش هتقدري لان جوزك مصمم انه يصوم زي ابن عمه وابن خالته وابن عمته والعيله المقارنات اللي بتبقى مش في صالح او لا لو مش هتقدري تعملي كده وتتخذي قرار عدم صيامه مش هتقدري تواجهي لانك هتعملي ايه وهيعمل كده المره دي هينتبه المره الجايه تبقي في الحمام وياكل او تبقي في المطبخ يشوفك امتى مش هتجيله ويعمل وياكل الاكل او يعمل كذا كذا انت واخده بالك انا اهم حاجه مش عايزه اربي في انما لو هو بقى لا صيام وهو مصرح له خلاص وكبر وصايم صح لا ده احنا لازم نعنفه ونقول له ده كذب ده كده ده سرقه لا 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 فعلك صيام لا ما تكبريش بس الموضوع وتخليها سرقه احنا بنقول انه كذب قال وعمل نفسه صايم بس ربنا شايفك يعني انا عندي احفادي انت بتاخد اجرك من الناس ولا عايز تعمل ايه يعني احفادي عملوا حاجه غلط مين عمل يسكتوا على العموم هو ربنا عارف بس يروح واخده بعضي وماشيه يروح جاي اللي عامل الحاجه نناه انا ما اقصدش قلت له ما انا عارفه انك ما تقصدش يا حبيبي لا ما فيهاش حاجه بس اهم حاجه نقول وما اضربوش بقى ولا عنفه على انه مثلا عمل الحاجه اللي انا رافضاها دي ده مهم جدا انا لسه بقول انا بدي محاضرات لاولياء الامور على الطريقه دي انا بس هاخد ساره نشوف يا ساره سلام عليكم ساره ساره فصلت انا بس انا يعني انا عايزه يحضرني موقف الدكتور حصل بيني وبين ابني فمحمد كان عنده حوالي 7 سنين او 6 سنين 7 سنين انا زي ما حضرتك بتقولي كده من الناس اللي بتفتخر فعلا ان ابني صم من بدري يمكن لا كان تعبان لا هو كان صغير بس هو خلاص احنا كونسبت الطاعه في البيت في رمضان شيء يعني مقدس وانا كمان يعني شديده جدا في الموضوع ده ما عنديش فيه تهاون المهم فهو كان سخن جدا كان سخن وتعبان وبيموت حقيقي. خدته للدكتور بعد الفطار وبعدين فضل صايم وهو سخن وتعبان كده ما يعرف بقيت اتحايل عليه بعدين هو خلاص تعبان مش عايز وهو ما كانش هو اصلا الاحتقان انت عارفه بتاع الاطفال ما خدوش ياكله المهم فجيت بعد الفطار خدته ورحت بيه للدكتور فالدكتور قال لي بقى بكره ياخد الدواء كذا فهو قال لي لا اكتب لي الدواء بين يعني على الفطار والسحور فبصيت له كده بس هو كده مقتنع حبيبي ما هو ده انا بقول انا دخلتها ازاي يا محمد فقلت له يا دكتور لا اكتب لي يا دكتور قال لي استنى ما اسمعه هو الدكتور عايز يسمع فقام قال له حبيبي انت لازم تاخد الدواء 3 مرات في اليوم عشان تخف اوام قال له انا لو صمت وربنا عارف ان انا صمت عشان فربنا هيخففني عشان انا ما شاء الله يا حبيبي الكلمه كانت حاجه بس انت بقى عالجتي القصه صح عرفتها جدا مش كل الناس بتعالجها صح يا معيار شوف هو دلوقتي من نفسه هو من نفسه ان انا ده حصل لو فطرت ربنا هتعب وعيا زياده لكن انا وانا صايم ربنا هيخففني الكونسبت دوت في انما في طفل تاني زيه يقول لمامته انا بطني بتوجعني عايز اكل ممكن مش عارفه ايه ممكن يقول لا عندي صداع انا ده لا فطريه يصوم تاني يفطر حاجه بسيطه ويروح صايم تاني بقى من العصر مثلا لغايه المغرب ما يشربش ولا بس دكتور انا ده مع حضرتك فيه بس انا حاسه انه غلط انا لازم اوري له ان الصيام بيبقى من فتره لفتره بعدها ما فيش يعني الصيام ده هو ربنا قال لك الولد في اولى ابتدائي يصوم سؤال بسيط لازم يفهم ولا ما يفهمش؟ ما يفهم هيفهم ايه؟ ما انت هتفهمين ربنا ما بس احنا بنعمل حاجه يعني ايه تفضلا مننا عشان نتعلم يبقى هنتعلم لغايه بس اعلمه غلط ربنا اعلمه ان انا الصيام يا حبيبي انت هتصوم من الصبح لحد العصر بس تعلميه لا ده انت قولي له ان احنا لسه انت دلوقتي مش مفروض عليك الصيام بس عشان نتعود مع بعض هنعمل كده انما ده مش الصح ما عارف ان انت بتصوم ما ينفعش انا اقول له انت هناكل في العصر بعدين ارجع صوم تاني لازم يعرف ان الصيام متواصل هو عارف ان الصيام متواصل ولكن انت يا حبيبي ربنا ما اذلكش دلوقتي تصوم بس عشان نتدرب ايه رايك نعمل كذا كذا وهيبقى فاهم ان الصيام للمغرب هو انت بتحطي في دماغه عقيده ان الصيام للعصر لا ده انت بتقولي له بتفصص لازم الطفل تفصص انت خلاص بعد العصر خلاص الفتره اللي انت محدده لك اوكي لكن ما ينفعش تصوم تاني يعني ما ينفعش بعد ما اكلت خلاص الصيام يعني الانقطاع عن الاكل اعتقد بس انا عشان انت صغير فحاجه بسيطه عشان تتعود احنا عايزين نعودك عايزينك العربيه